الرجل قبلنا يكون شاعر، حنا جينا بالرابط انه كبو. ما عليكم جو. فبينه وبينه الله يلزم من علوم الرجال، ولا جابنا الا رفقه وما به رجال رجال، والله ما جابنا رفقه شعر. هذا على طول العلم الثاني في كمال الشاعر عبد الله بن علي بن الصوير وابن عمي سعود بن سري بن الصوير. المشاركه عباره عن نيمه قعود وبشت وسيف مذهب اللي حصل وفى، فانتم اهل لذلك. ونحصل القصور في وفرها الحضور ونستاذنكم وذلك لعزيمتنا في محفل اخر، هذا علمنا وخير وصلاه على النبي. يا مرحبا يا رب على حالتين، خلتم يا بني صوير علوكم غام من اول وتالي ويضان وجيب، ويا مرحبا هي الاعداد السيف، المحل محلكم والماقف ماقفكم، ويا مرحبا من ممشاكم لما الماقف، احنا ما نباكم تعذرون على الحشر. والله ما جاك الا الصحيح، علي الطلاق، علي الطلاق ما جاك الا الصحيح. لزوم الثاني والله ما جابنا الا لزوم، بس قلنا ما دامنا جينا حجم في حاجه. الله يطول.